أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من أتى زوجته في دبرها ثم تاب من ذلك، هل يطلق زوجته أم يبقيها معه؟ التوبة تجب ما قبلها، إذا تاب توبة صحيحة وترك هذا العمل القبيح تاب الله عليه، وزوجته لا تطلق بذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.